بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن CSS Dimensions، وراح نتكلم عن مجموعة من البروبرتيز اللي بنستخدمها برضو دايما كتير لكن خاصة بالأبعاد. Dimensions، خلينا نقول مثلا أشهر اتنين ممكن نشوف بالك الـ High والـ Width، الارتفاع والعرض. انا عندي ديفيجن في كلمه تكست، وده اللي انا هبتدي استايل عليه دلوقتي واديله، ولنفرض دلوقتي هنديله هاي ب، ولنفرض 100 بكسل، بما ان احنا 100 بكسل، وخلونا برضو نديله برضو طالما احنا موجودين عشان نشوف الفرق. 1 بكسل سوليد ريد، ونشوف ادي الهاي اخد 100 بكسل لكنه اخد الويتس بتاع الصفحه بالكامل. طيب لو زودت وخليتها 200 والناس تبص على الديفيجن، الارتفاع هيبقى 200 بكسل، الضعف، وهكذا لو انا كنت ماشي. طيب نفس الفكره، لو انا كنت استخدمت الويتس، نعمل هوم ونكتب بقى الويتس، والافتراضي بتاعه بيبتدي ياخد القيمه كلها. طيب لو انا عملت ليميت للحدود ديت، او لو انا حددتها بنفسي وقلت له نفرض مثلا الويتس بتاعك 100 بكسل، وهنشوف كده نلاقي انها بقت 100 بكسل. لو كبرتها 200 هتبقى 200 في 200، وهكذا نفس الفكره بالنسبه لبقيه العناصر. يبقى ده بالنسبه للهاي والويتس. عندي بعدين اربع عناصر ثانيه. زي ما انا عندي هاي يبقى عندي مينيموم هاي وماكسيموم هاي، بمعنى اقل ارتفاع ممكن يكون موجود واقصى ارتفاع ممكن يكون موجود. نفس الفكره بالظبط بالنسبه للويتس، عندي مينيموم ويتس وعندي ماكسيموم ويتس، اقصى عرض واقل عرض. هنتكلم دلوقتي على الماكسي هاي والماكس ويتس، اقصى ارتفاع ممكن يكون موجود واقصى عرض انت ممكن يكون موجود عندك في الصفحه تبعك، وانت ممكن تستخدم القصه ديت في ايه. عموما انا عايز اجيب لها شكل توضيح في شويه، بنقول ان اقصى ارتفاع عادي، انت لو من اسمها ماكس هاي والماكس ووتس والمينيموم هاي والمينيموم ووتس، عشان تتحكم في الارتفاع، الحد الادنى من الارتفاع والحد الاعلى من الارتفاع والحد الادنى من العرض والحد الاعلى من العرض. هنطبقها ازاي احنا على الوسم ايمج؟ انا عندي في الملف ال HTML تبعي عندي صورتين، وبسم الله ما شاء الله ادي الصور، واحده حجمها كبير والثانيه اتش دي حجمها كبير جدا. ف ولنفرض مثلا مثال زي الفيسبوك، الفيسبوك الناس بتبتدي ترفق له صور كتير بابعاد مختلفه بريزولوشنز مختلفه، هو بيبتدي زي يظبطها عشان تبقى على شكل البروفايل تبعك. او الفكره ببساطه ممكن تبقى ورا القصه بتاعت ماكس هاي والماكس ويتس. تمام، انا هنحاول نطبقها بشكل عملي ونقول انا هستايل الايمج واقول له انا عندي ماكس هاي، لما اجي ادرج الخاصيه هتبقى كده يا شباب ماكس هاي. ونفس الفكره بالظبط لو انا كنت شغال على الماكس ويتس، خلينا نعمل ماكس ونكتب كلمه ويتس بايدينا، فانا عايز اقول له ان اقصى صوره ممكن تدخل عندك بابعاد معينه، ونفرض انا هقول له 200 بكسل، واقصى عرض برضه للصوره الواحده هيكون 200 بكسل. فانت اخدت بالك من احجام الصور اللي حجمها كبير جدا، لكن بعد ما انا عملت 200 بكسل في 200 بكسل وعملت ريفرش، الاقي ان الصور تبقى حجمها صغيره، بقت 200 بكسل اقصى حاجه، وديت صغرت بقت برضه 200 بكسل. على نفس الفكره بالنسبه لي لو انا كنت شغال على المينيمم ويتس والمينيمم هاي، فانا الحاجه اللي انا عايزها اني اكتب ام اي ان اي وام اي ان ويتس، لكن انا بصراحه يعني ايه مش بستخدم الاثنين دولت، وبس تبقى الفكره اني ان هم خاصين باقل عدد من اقل ارتفاع ممكن ان هو تدخله واقل عرض ممكن تدخله في الصفحه تبعك. يا رب تكون حلقه سهله ويسيره، نشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.